أيها المسلمون، هو نداء في هذه الخطبة، وربما دق لناقوس الخطر في موضوع يخصنا نحن في هذه الجالية، وهو الأخطار التي تهدد أو تهدد الأسرة الوليدة الجديدة. عندنا الآن الشباب بتصلوا فينا، بدنا يا شيخ موعد نجري عقد الزواج، ممكن نشوفكم قبل عقد الزواج لساعة وساعتين نتكلم في الموضوع؟ لا والله ما في مجال، احنا بنتصل من المحكمة اصلا جاهزين، ما عندنا وقت، بدنا نسافر، بدي امشي، بدي اروح، بدي اجي. السرعة والهجمة باللقاء والتواصل بين الزوج والزوجة من غير وعي، من غير دراسة، من غير بحث، من غير تفتيش، سبب امراض كبيرة في اسرنا الوليدة الجديدة. أدت هذه الأمراض إلى مصائب، أحيانا قبل الزواج، أقصد قبل الدخول، بعد العقد وقبل الدخول. نشهد الآن موجة من الطلاق في جاليتنا بعد العقد وقبل الدخول. لا يعقل أن هذا الأمر طبيعي، مش معقول أن الأسرة اللي ربنا عز وجل جعلها الوحدة المقدسة في المجتمع المسلم، مجتمعنا مبني من أسر ومن عائلات، فإذا الأخطار أصبحت الآن تهدد هذه الأسر، ما إلنا وجود، وجودنا مهزوز، وجودنا ما إله قيمة، لأنه هذه الأسر بتصير عندها أولاد، والأولاد هؤلاء هم مادة هذه الجاليات. فإذا بني الأمر على فساد لم ينتج إلا فساد. ربنا عز وجل جعل هذا الرباط مقدس، ربنا سماه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، بيجلس الرجل أبو البنت مقابل هذا الزوج ويقول له زوجتك ابنتي وموكلتي على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تعرف شو معنى هذا الكلام؟ عارف شو معنى هذا الرباط؟ عارف معنى إنك تتزوج بسم الله يا راجل؟ عارف إنك تتزوج على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عارف معنى إنه هذا الأب الآن سيخلع هذه المسؤولية إلى حد كبير من على عاتقه ويضعها على عاتقك، أمانة في عنقك، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. تعرفي أنت أيتها البنت أنك الآن ستسيري من بيت والدك الذي تعرفيه إلى رجل لا تعرفي عنه إلا القليل، فلما التسرع في الارتباط ثم بعد ذلك يفسخ ويطلق قبل أن يكون العرس والدخول؟ لأنه بدأ الأمر أصلا على منهج فاسد، ما بدأ الأمر على أساس صالح. ما إحنا جماعة مسلمين كنا نتكلم الآن عن رباطنا، رباطنا بالكون ورباطنا ورباط الكون برب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الأسرة لازم من أول يوم تنشأ على هدي من الله عز وجل، من اليوم الأول، من أول لحظة الولد بيقول أنا بدي أتزوج والبنت بتكون جاهزة للزواج، لابد أن تنشأ هذه الأسرة كما نقول على كتاب الله وسنة رسوله، أيضا تنشأ على كتاب الله وسنة رسوله. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوهم إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي المقابل تنكح المرأة لأربع، ثم ختم الرسول صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه الأصول اللي هي في اللي هي سبب لنجاح وترعرع هذه الأسرة والإتيان بجيل إسلامي مبارك متدين نافع لنفسه ودينه ولجاليته وبلده، إنسان بنية صالحة، مواطن صالح. وين هذا المواطن الصالح؟ لازم لابد من حاضنة تربي هذا المواطن الصالح. الحاضنة لا بيعرف فاتحة ولا بيعرف قرآن ولا بيصلي ولا بيصوم، وربما يشرب الخمر وربما يتعاطى المخدرات، لأنه بعد أسبوعين من العقد يجي يقول بدنا نطلق، والله وجدنا إنه الزلمة هذا يعني له علاقة في المخدرات وبيبيع مخدر. طيب يا سيدي جو أونلاين بيفور يو بيرفورم ذا مارج، يعني بتلاقي اسمه عند 4-5 مراكز شرطة. It doesn't take a lot of time. يعني كل ما بنركز عليه إحنا كآباء، اللي بنركز عليه كآباء بنبدأ بالأرقام قبل ما نبدأ بالأصول في أكثر من مناسبة. بسأل النسايب في أكثر من مناسبة منين نسيبك؟ والله ما بعرف. يا ابن الحلال بتبيع واحد سيارة والله بتعرف من أي بلد.
بتأجروا دارك بتعرف من أي بلد، مشان إذا ما دفعش آخر الشهر تروح على مختار البلد تقول له هذا زلمتكم ما دفعش أجار الدار. بتزوجوا بنتك بتعرفش منين؟ بتعرفش مين أبوه؟ مين خاله؟ مين عمه؟ قال ما بعرف من أي بلد. قالوا الناس عنه كذا فقلت كذا وانتهينا. وكذلك العكس، يأتي ويقول الشاب أنا بدي أطلق لأنه وجدت علاقات سابقة. يا سيدي يعني لما ما بحثت، لما ما سألت، وربما الأمر وقع لك ولها، وربما كان بعد ذلك توبة وأوبة وعودة إلى الله سبحانه وتعالى، فالله يغفر. وإذا كان الأمر ما زال على تلك الحال فقبل أن تصل إلى هذا الأمر الخطير، عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اظفر بذات الدين. عشان هيك بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوهم. عشان هيك ربنا عز وجل بيقول من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الشباب هؤلاء اللي بيجتمعوا على الله وفي الله ولله من أسعد الأسر. أسرنا في خطر، أسرنا هذه الوليدة في خطر، مهددة. أصبحت الآن نسب الطلاق عندنا بالثلاثين والخمس وثلاثين والأربعين في المية. الأربعين في المية صرنا مثل غيرنا، وربما هذا الذي كنا نتفاخر على الكون به، الأسرة المسلمة. الأسرة الولد موجود والأم والأب والجد والجدة ربما بنفس المنزل، هذه الثلاث دوائر موجودة كلها. هذا الولد بيقول يابا، والأب بيقول لأبوه يابا، موجودين كلهم في بيت واحد في حوش واحد. كنا نتفاخر بالأسرة المسلمة، الآن الأسرة المسلمة تجتاحها العواصف، تجتاحها الرياح، تواجه تحديات. اور فوكس دائما قديش بتجيب مصاري، بنعرف انه في محلات وبتداوم فيها، قديش منها باسمك ليكون كلها لابوك؟ هذه وين الراتب؟ انتهينا من هذا، بننتقل للعرس. والعرس بدل ما يكون رحمه ويكون سكينه بكون مصيبه ولعنه على الاولاد العرسان، لانه بده يكلف 100,000، لانه بدنا نهتم مش بخلقه ولا بدينه ولا بصلاته ولا حتى بنساله بتصلي، بدنا قديش ندفع مهر، قديش متاخر، قديش ذهب القاعه. يا اخي اي قاعه؟ لا ما عدنا نرضى بالقاعات اللي حول الموسك فاونديشن، هذه موضه قديمه، هذه بدنا نص ساعه سواقه باخر الدنيا، بدنا قاعات غير ماشي. والدي جي مش اي واحد، لازم يكون واحد والفلاورز لازم يكون لايف، يعني شيء له ثمن. والمصور بيطلع 100,000، كيف ربنا بحط بركه في مثل هذا العرس؟ ولا نسأل عن أبيه ولا عن جده، ولا نسأل عن دينه ولا عن خلقه. الحديث في هذا الموضوع ذي شجون، هذا الحديث موضوع مهم وخطير، ولا بد من إعادة النظر في طرق ارتباطنا مع بعضنا البعض. كيف بنتناسب؟ كيف زمان كانوا الناس عارف البنت وعارف أبوها وجدها من الأيام الأولى، لأنها بده يتزوج بالنهاية بنت عمه أو بنت خاله أو بنت عمته أو بنت خالته، وهذه كانت محلولة عارفين بعض. الآن الأمر مش هيك، الأمر أصبح معقد. وأنا أقول هذا الكلام من حرقة لما أرى، من حرقة لما أرى. يأتوني لسه الوجوه والصور ما غادرت ذهني ولا عقلي، توني عقدت لها هذه الوجوه، بعد أسبوعين ثلاث جايين يقولوا بدنا نخلص. لا يعقل إنه البداية صحيحة كانت. فأنا أناشد الآباء والأمهات الله رب العالمين، وناشد الشباب أيضا، هم مسؤولون مش صغار. اللي وصل حد يقول بدي أتجوز هذا مش صغير، ما يقولش أبوي وأمي، هو مسؤول. البنت اللي استعدت توافق والآن أصبحت بتوافق، هي بتقول بدي ومستعدة، بدهم يتحملوا أيضا هم المسؤولية. يتقوا الله عز وجل كيف نبدأ بهذه الأسرة حتى تستمر وحتى تؤتي أكلها وحتى تباشر الدور اللي متوقع منها. هذا ولادة أسرة، ولادة عظيمة مقدسة حبيبة لله رب العالمين. أنا كل ما أجري عقد من عقود الزواج تحضرني هذه الهالة، هذه الهيبة العظيمة، أنه هؤلاء الشباب دخلوا من ثواني إلى المكتب وهو حرام عليها وهي حرام عليه، بيقدرش يصيب إصبعها، وخرجوا من المكتب كوتن كوت زوجين لا إله إلا هو بسم الله. محرمة قبل شوي عليه، محرمة لا يستطيع أن يلمس منها شيء، من الذي أحلها له؟ من الذي أحله لها؟ رب العالمين. وبعدين ننسى رب العالمين بعد ما نطلع من المكتب، ننسى الإسلام،
وصير العرس وصير الحفلات وصير اللقاءات وصير الحياة كلها على غير الإسلام، بس الإسلام العقد، مثل اللي بيجيبوهم للجنازة لا صلى ولا صام ولا عرف الله رب العالمين، بس لما يموت يلا على الجامع خلينا نغسله ونكفنه ونصلي عليه في الجامع، ما عرفش الجامع طول حياته، ما عرف الجامع، لا صلى ولا صام ولا بعرف الإسلام، بفكر بس صلينا انتهينا يعني. وكذلك الزواج، حظ الزواج من الإسلام هو العقد هذا اللي اصلا على اعصابهم يكونوا، لا عاجبهم الشيخ ولا كلام الشيخ ولا يا ولد بتصلي ولا يا بنت بتتحجب، كله يعني من فوق الجو مش عاجبهم كلام، يعني شو دخلوا يساوي do your business and let us leave، في عنا حفلة بدنا نمشي خلصنا استعجل، يقولوا يا اخي هذا المرج لايسنس لازم بعد 24 ساعة، ايه يا سيدي حط تاريخ بكرة بس سويها الان، اي والله هكذا، هكذا العجلة، الى هذا الحد العجلة، تحط سيارتك عند ميكانيكي بده يومين تيزبطها وصلحها، بتطلع بقول لك يا عبد سلمك يا خربانة خلينا اشتغل. الآن الأسر تنشأ وتنتهي بمثل هذه السرعة، ما بيجوز، حرام. نتكلم بهذا إن شاء الله في أكثر من لقاء، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وأمينه على وحيه. Brothers and sisters in Islam, the God fearing Muslim family is the heart of a healthy community. We will not have Jaliyah community without a healthy Muslim family. The piety of a family is dependent on the piety of individual members of the family. And the piety of community is likewise dependent on the piety of the families who make up the communities. Islam attaches a great importance to the family, how it is established and how to keep it together. For the Muslim family to keep up its high position, it maintains a state of love and harmony, and you find in it, as Allah subhanahu wa ta'ala described in the Quran, mawadda wa rahmah. As he said, and among his signs is this, that he created for you wives from among yourselves, not from foreign creation, from yourselves, that you have, that you may find tranquility in them, and he has put between you affection and mercy, more than love. Mawadda is more than love, is way above the position or the level of love. Mawadda wa rahma, mercy. Now this newborn family, if I can say, facing a lot of challenges. We can see these challenges as imams who get in this business more often. From the first moment when they call the masjid asking to book an appointment to perform the marriage, كتب الكتاب نكاح, and you try your best as an imam to have a meeting before performing the marriage, before كتب الكتاب, to tell them the responsibilities, the duties, what you are expecting from your husband, what you are expecting from your wife. Do you accept this if she is doing this? Do you accept this if he is doing this? Do you accept her to work? Do you accept her with hijab, without hijab? Do you accept him with salah, without salah? Do you accept him with his with his work or his business, if he is an owner of liquor store? Or do you accept him without any degree? Nothing, he has nothing, absolutely. Do you accept her with this previous history? They don't listen to us. They don't even accept, they call us from the courthouse that we are in our way. Are you in the masjid? We need to perform the marriage. You tell them you can't. The marriage license says
it has to be performed or done or filled after 24 hours for الدم يعني بيعتبروها after 20 بجوز الناس غير رأيهم يعني after 24 hours بقول it's okay you can put tomorrow's date in it. He's in a hurry. We came from New Jersey, New York, California. We're gonna go tomorrow. He doesn't know almost nothing about her. She doesn't know almost nothing about him. And we have no other option but to perform the marriage with the wali. 10 days, 15 days, 4 weeks, calling us, you know, the marriage, you remember, we came to you, this guy who came from Ohio and this girl who work in this bank or in that. Yeah, we remember. Oh, they want to finish the relation. Why? والله أهل البنت أهل الولد the family of the groom will say we found out she was married twice before our child before our son. Subhanallah, you did not ask. They don't ask. They don't make it clear in their mind that we assume that هذه البنت this girl never been married. We assume this guy never been married before. They will end up not just married and he had children. Never knew about it. So we like to end the relation and make annulment, make divorce, make call it whatever you want. We like to finish it. We don't know that he does not pray. We don't know that he does not fast. We don't know that he is a drug dealer. We don't know that she has previous relation with some people. It is all over the place on the Facebook and in the. That's why always we advise our sons and daughters, يعني fear Allah subhanahu wa ta'ala. Fear Allah in yourself, fear Allah in your future. Fear Allah the minute you touch this button and you print, you cannot take it back. The minute you send that message, the minute you publish that picture online, it will go all over the world. It will go all over, you cannot take it back, you cannot cancel it. Either you be open with it when somebody is asking for your hand, wait. I have these problems. And Allah is my witness. I repented to Allah. This is not the way. I don't like to live this life. It's haram. You accept me this way, you do. You don't leave me alone. You be open. You don't spend tens of thousands of dollars. Some of the families, they give all the mahar, the mitqaddim, 15,000, 20,000 before even katib liktab, before making the aqid. And when they come to finish the relation, before even performing the marriage, the girl's family, we will not give them one penny. فكروها لعبة. They think it's a game. And you will hear about the fights. Every one of you. Each one of you has examples. Not one example. We need to know how we come about connecting ourselves together. The bride and the groom. What are advisable? What are the recommendations? How the recommendations? How we go about it? What I am looking in the lady, which I would like to ask for her hand, what I am looking in the man, in the groom, what do I need, degrees and whatever, because sometimes he will come to you and he will tell you, I am a doctor, and you don't make investigation, you don't ask, nothing wrong with asking him, which school, if that matters to you. If you don't differentiate, you don't mind. He is يعني, a salesman somewhere or a doctor. You don't have to ask. But if it matters, ask him which school. Can I see the degree? Nothing wrong with that. It's better than living you and your daughter or your son a very tough days and months and very tough feelings and sadness. You've been betrayed without legitimate reason. Ask questions. I gave an example that we do not know even the father or the grandfather or the town of this groom who is coming to ask for my daughter's hand. We don't know anything. We care about how much his income. Is he ready for a very fancy wedding in a very fancy hall with a very fancy flowers? This is what we care about. And what benefit you're gonna get from all of this? If you're gonna divorce after 3 weeks, what benefit you're gonna get from all of this? So we have to be mindful of Allah subhanahu wa ta'ala. We have to fear Allah in our children, and our children also, they have to fear Allah
in us, they cannot bring someone from nowhere and tell us, you know that, I love him, you have to accept him. I need no one else, I will not marry no one. اتقوا الله فينا also. The children, اتقوا الله. No, he's a Muslim, but he's a Christian. No, he's a Muslim, he accepted Islam last week. How long you know him? 5 years. Subhanallah. I wish you are a Muslim, انتي. انتي لو كنتي مسلمة, you will not do this at all. You will never do this. He's a Muslim. He converted to Islam last week. Can you read Al-Fatiha? No, not now. I am practicing. وبدو أزوجه. So inshallah we will continue in this. Helping ourselves inshallah and doing the real business and duty of المساجد. واعلموا أن الله صلى على نبيكم قديما ولم يزل آمرا عليما تعظيما لقدر نبيكم وتشريفا. فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.